أهلا بك سيد أحمد. سيد أحمد، إذن مناظرة تلفزيونية هي الأولى في تاريخ مصر، برأيك هل نجح المرشحان لإيصال برامجهما إلى الشارع واستمالة الناخب المصري من خلال هذه المناظرة؟ في البداية نجحت ثورة 25 من يناير وبفضل شهدائها وبفضل كل من شارك فيها في أن نصل إلى هذه اللحظة التاريخية، حيث نرى مرشحين واقفين أمام الجمهور، أمام الشعب المصري، يحاولوا تقديم برامج تقنع كافة الجماهير وتستجدي رضاهم للتصويت لهم. هذه بداية يجب أن نتذكر جيدا شهداء الثورة ونشكرهم ونشكر كل من شارك في هذه الثورة. ثانيا، حاول الاثنان تقديم برامجهم، لكن حاول أكثر كل منهما أن يلعب مع الآخر لعبة عض الأصابع وتكسير عظام الآخر. هذا ما شاهدناه وهذا ما رآه الشارع المصري أمس. كان السيد عمرو موسى أكثر حكمة لكنه كان أقل جدية، والسيد أبو الفتوح كان أكثر جدية في مشروعه لكنه كان أقل حكمة، لأنه كان يتعامل مع الموقف على حسب تقديري الشخصي من منطلق المعارض وليس من منطلق رجل الدولة كما حاول أن يظهر السيد عمرو موسى. لكن انطباعات الشارع المصري كانت جيدة حول المناظرة، شعروا أن هناك تغيير يحدث. هذا رأيي بشأن المناظرة التي جرت أمس. هذه المناظرة برأيك إلى أي حد كشفت السلبيات والإيجابيات في لكلا المرشحين لجهة الملفات الداخلية والخارجية التي طرحت؟ في الحقيقة أن هي كشفت عدد كبير من السلبيات لدى كلا المرشحين، لأن زي ما قلت كل واحد فيهم كان بيحاول يظهر سلبيات الآخر، يعني وفي نفس الوقت ما كانش بيظهر إيجابياته كما كان يظهر سلبيات الآخر. هذه هي المناظرة التي رأيناها أمس وشاهدها تقريبا كل الناس في مصر وفي العالم العربي ومن دول أخرى. طيب، لماذا هذه المناظرة تجري بين موسى وأبو الفتوح وليس بين مرشحين آخرين؟ هل برأيك لأنهما الأوفر حظا في هذه الانتخابات إقليميا ودوليا كما ذكر تقرير أمريكي منذ أيام؟ في الحقيقة يسأل في هذا من القائمين على هذه المناظرة، لكن رأيي الشخصي أنه كان يجب أن تتم المناظرة بين أطراف عدة وليس فقط هؤلاء. رأيت الأمس في عدة جرائد وفي المناظرة يطرح للشعب المصري أن هؤلاء، أن الاختيار بين هؤلاء إما التيار الديني وإما ممثل النظام مبارك أو محسوب على النظام مبارك. لا، هناك اختيارات أخرى موجودة، هناك اختيارات ثورية أخرى كان يجب أن تشارك في مثل هذه المناظرات ولا يكتفى فقط بهؤلاء الاثنين. هناك تحذيرات من مسؤولين غربيين بأن مصر في خطر وتواجه تحديات كبيرة، هل هذه المخاوف يعني على خلفية التخوف من نتائج الاستحقاق الانتخابي وتضاربها مع مصالحهم مثلا؟ بالطبع، مصر دولة محورية، العالم كله ينتظر نتيجة الانتخابات القادمة، العالم كله يعي جيدا أن من سيكون في سدة الحكم سيشكل ربما خطرا أو دعما لهم على حسب من سيفوز. لذلك يحاول العالم ويتابع، بل وتحاول بعض الدول التدخل في الانتخابات، تحاول بعض الدول دعم أحد المرشحين أو بعض المرشحين ماديا وإعلاميا ودعما معنويا وغيره من أنواع الدعم، تحاول أن تروج له داخل حدودها للمصريين المقيمين هناك. هناك بالفعل ترقب عالمي لما يحدث في مصر في هذه اللحظة من انتخابات رئاسية وغيره من الأحداث الجارية في مصر. شكرا جزيلا لك من القاهرة أحمد عبد ربه الناشط السياسي.